هذا يقول إني أذهب محتسبا إلى مقام إبراهيم وأدفع الناس اللي تمسحون به، أدفعهم. الدفع يا أخي ما يصلح إلا من أهل رجال الحسبة، أهل الهيئة. أما الموعظة والتذكير لا بأس إنك تذكرهم، تقول يا أخواني ترى هذا ما هو مشروع ولا لكم فيه أجر. التذكير ما هو ممنوع. طيب، أما الدفع فهذا من اختصاص السلطة، لئلا يحصل بذلك مفسدة. يمكن إذا دفعت واحد إنه يضربك أو يضربونك يحصل مفسدة. أما من له سلطة هم ما يقدرون يضربونه، لأنه له سلطة. فأنت الذي تقدر عليه هو الموعظة والتذكير. جزاك الله خيرا. نعم.